اخبار اليوم. عايز اسال عن دلوقتي النبات بيستفيد من السمك. طب السمك بيستفيد من النبات؟ طبعا. ازاي بقى؟ لان السمك هو اللي بينظف له الميه، النبات هو اللي بينظف الميه للسمك، والسمك هو اللي بيغذي النباتات، فالاثنين بيخدموا بعض. ثواني. لان النبات هو اللي بيفلتر وينظف الميه، بياخد منها بياخد الامونيا. الامونيا بالظبط كده، فيرجعها نظيف، يرجع الميه من غير امونيا بعد ما عدى على النبات. تمام. والسمك هو اللي عمال يطلع العناصر الغذائيه اللي بغذي بيها النباتات، فالاثنين ما بيستغنوش عن بعض. تمام. هي دوره طبيعيه موجوده في الحياه الطبيعيه خالص. تمام. بس ده الفكره بتاعتي. سؤال يا دكتور، يعني انا اعرف ان هو ممكن يكون الزراعه اللي هي النماذج دي بتاعه الزراعه، زراعه الاسطح، ممكن تكون موجوده برضه. تمام. انما فكره السمك ومزجها مع السمك، هل دي تعتبر فكره جديده لحضرتك؟ لا، الامانه في امريكا من سنه حاجه و80 كان شغال واحد اسمه جيم راكوسي. جيم راكوسي ده هو الاستاذ الكبير بتاع الاكوابونيك على مستوى العالم. انا جيت اشتغلت اكوابونيك من سنه 2000، بس الجديد راكوسي كان شغال اكوابونيك وضايف حاجه اسمها بايو فلتر، فلاتر زي الفلاتر اللي انتم شايفينها دي، بس فيها ميديا بينمي فيها البكتيريا. انا اول بحث نشرته في 2004 اكوابونيك بدون بايو فلتر. راكوسي اول بحث نشره في 2006 اكوابونيك بدون بايو فلتر. تمام. انا سافرت، رحت قابلت جيم راكوسي، قابلت كل بتوع الاكوابونيك في العالم. دي باجتهاد شخصي بيني وما بينهم، لان ما كانواش متوقعين ان مصر فيها شغل اكوابونيك، فكنت ببعت لهم الحاجات اللي انا عاملها. خلاص سافرت كندا ورحت قابلت نيكسا فيدوف، هو المعلم بتاع الاكوابونيك في كندا. راكوسي ده في امريكا. قابلت موري بتاع استراليا، ودول اكبر ثلاثة شغالين في مستوى العالم. في لا بتكلم على السمك، هم كانوا بيدخلوا برضه سمك في الانظمه بتاعتهم. شغالين سمك مع نباتات. شغالين سمك مع نباتات، بس النظام يختلف. النظام بتاعهم التكلفة عالية جدا، يعني مساحة الألف متر دي عشان تتعمل بنظام راكوسي، خلاص حضرتك انت بتتكلم مثلا في مليون جنيه. طب انت المساحة دي مهمة جدا، كويس ان احنا تطرقنا ليها. لكن المساحة دي تقريبا تتكلف قد ايه؟ لكن مساحة الألف متر دي هي بتخش معانا في تكلفة حوالي 200,000 جنيه. مساحة 200؟ 200,000 جنيه. لما تيجي بقى تتعامل مع جهات حكومية عشان تعمل الموضوع ده، هنضيف نسبة 17% عشان التعامل ضريبي. الحكومة بتخصم 7% وفي 10% ضريبة مبيعات، فتلاقي الكوست زاد معاك 17% عن ان انت بتعمله المستثمر قطاع خاص. ده الفرق ما بين الاثنين، لكن هو تكلفته الفعلية بتخش في حوالي 200,000 جنيه. 200,000 جنيه بيجيبوا لك عائد كل شهرين، انت بتتكلم ادي 24,000 جنيه من السمك، وبتتكلم في حوالي 2 طن بحوالي 17,000 جنيه. يبقى 17 وال 25 يبقى احنا بنتكلم في كام؟ 40، حوالي 40,000 جنيه كل شهرين. يعني المشروع ده بعد سنة ونص يكون مرجع رأس مال المشروع. الجديد في الموضوع زي ما قلت لحضرتك قبل كده، من خلال الجائزة بتاعت انطلاقة هم أسسوا لي شركة مسؤولة عن تسويق المنتجات الخاصة بالزراعات المائية أو الأكوابونيك. أي حد بيعمل المشروع ده بننفذه له المنتج بتاعه كمان إحنا بنشتريه. يعني بنديله مشروع بننفذه له ونسوق خلاص، والمكسب طبعا بإذن ربنا، ولكن إحنا بنضمن له كمان التسويق وبالتالي الربحية. السمكة الأصلية بتجيبها منين يا دكتور يعني؟ بنجيبها من المفرخات العادية خالص. يعني بتبقى مضمونه برضو ان هي جودتها كويسه؟ حتى لو هي المفرخات في مصر معتمد على ميه النيل، القانون بيقول كده، لكن ان انت تزرع سمك ده يبقى على ميه الصرف، فالمفرخ بيستخدم ميه حلو عشان يقدر يفرخ، لكن المزرعه لازم تستخدم ميه صرف زراعه، وبالتالي السمكه جايه لنا صغيره، فحتى لو جايه فيها نسبه ملوثات هي قاعده عندنا في النظام، فاحنا نظفناها شويه يعني.